رسالة بتوقيع مجموعة من المعلمات في مدرسة ثانوية، وعنهن المرسلة حاسين أم سليمان. أخواتنا لهن أكثر من قضية، في إحدى قضاياهن تقول إحداهن أيضا أواظب والحمد لله على الصلوات كلها، وأؤدي بعض النوافل أحيانا كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن التي تكون قبل الفرائض. والسؤال، إنني في صلاة القيام في الليل واجب على قراءة سورة معينة لا أغيرها، وذلك منذ عدة سنوات. أصلي ركعتين بسورة طويلة آياتها ما يقارب 90، ثم ركعتين بسورة أقصر من الأولى، ثم ركعتين بسورة من القصار، ثم أوتر بواحدة. فما حكم هذا العمل؟ أقصد المواظبة على قراءة هذه السور في كل ليلة عند القيام، مع أنني أحفظ غيرها والحمد لله، ولكن أحب أن أقوم بها لأنني قرأت عن فضلها في بعض كتب الحديث. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن صلاة الليل فيها فضل عظيم، وهي أفضل أنواع التطوع، أفضل أنواع التطوع المطلق، ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، والتزام سور معينة لا ينبغي إلا بدليل يدل على تخصيص هذه السور، فعليك أن تقرأي ما تيسر من القرآن، لا سيما وقد ذكرت أنك تحفظين، والحمد لله، أنك تحفظين غير هذه السور، اقتصارك عليها وتكرارها في كل ليلة هذا لا دليل عليه، يعتبر من البدع، لأن تخصيص سور من القرآن من غير دليل يكون بدعة، فعليك بترك هذا التخصيص وأن تقرأي من هذه السور ومن غيرها من القرآن، هذا هو المطلوب. نعم.